السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الأكارم في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم دائما بكل الخير. رمضان كريم على الجميع، وإن شاء الله دائما سالمين وتامين. إطلالة جديدة وحلقة جديدة من برنامج يلا نغني. اليوم الحلقة تحمل عنوان الإيقاعات في الأغنية السودانية. تختلف الإيقاعات وتختلف الموسيقى باختلاف وتنوع الثقافات في السودان. بنلقى كل منطقة كل قبيلة عندها طبيعة حياة وأسلوب حياة بيختلف من المكان الآخر ومن المنطقة الأخرى، ودخل لأنه في اختلاف أيضا في تنوع الموسيقى بين كل مكان والآخر ما بين الشمال والشرق والغرب والجنوب. الإيقاعات المختلفة خلت في الأغنية السودانية والمكتبة السودانية زاخرة جدا بالموسيقى المختلفة اللي بتعبر عن كل منطقة وأخرى. اليوم في حلقتنا دي حيكون في مجموعة من الإيقاعات، يمكن الأشهر المردوم والتمتم والجراري، دي الأشهر الإيقاعات في السودان. حنشوف بعض منها في حلقتنا من يلا نغني مع مجموعة من النجوم مشرفيننا اليوم. مرحب بك إلاف عبد العزيز. مرحب بك يا رشا، وكل سنة وانتم طيبين، تصوموا وتفطروا على خير إن شاء الله. أنت طيب إن شاء الله يا رب. مرحب بك هاني عبدين. مرحب بك رشا، مساء سعيد عليكم إن شاء الله على الجميع يا رب. مرحب بك جمال فرفور. مرحب بك يا رشا ورمضان كريم إن شاء الله على الجميع يا رب. إيمان الشريف. مرحب بك يا رشا ورمضان كريم عليكم ان شاء الله يا رب على الجميع. محمود درير محمود. مرحب بك ورمضان كريم عليك وعلى المشاهد الكريم ان شاء الله يا رب. مرحب بك عاشق جبل. مرحب بك. رمضان كريم، بس ما تفطر على خير. ان شاء الله يا رب. محمود انت اول ايقاع معنا اليوم، حنسمع شنو وشنو الايقاع كمان؟ طيب انا حغني اغنيه للراحل المقيم الاستاذ عبد العزيز محمد داود، أشوفك بعيني ربيع الجنة داني، إيقاع الرومبا. نسمع. أشوفك بعيني تسأل حنيني، أعود ألمس حناني، أهل بينك وبيني تغير أمر الفاني. أشوفك بعيني ربيع، أشواقنا العديدة وقلوبنا الرحيبة، لقيتني يا سعيدة وأمالنا البعيدة. أشواقنا العديدة وقلوبنا الرحيبة، لقيتني يا سعيدة وأمالنا البعيدة. ما كانت بعيدة وما كانت بعيدة، ما كانت بعيدة أقول كانت قريبة. أشوفك بعيني ربيع الجنة داني، أشوفك
حبيبي لكنك يا جائر تابعت المظلة حبيبي ورضيت بالوظاهر ونسيت المحنة حبيبي ورضيت بالمظاهر ونسيت المحنة حبيبي ورضيت بالمظاهر نسيت المحنة حبيبي بالمظاهر ونسيت المحنة حبيبي ديت بالمظاهر نسيت المحنة حبيبي ديت بالمظاهر ونسيت المحنة حبيبي أهل بينك وبيني محمود على الأداء الجميل والراقي وشكرا فرقة الموسيقية أيضا. جمال السودان فيه إيقاعات مختلفة جدا عشان تكون ملمة بها كلها أحيانا بكون نفسها إشكالية لأنه كل منطقة عندها ثقافتها المختلفة بتعبر عن أسلوب حياة أهل المنطقة.
يعني لو اديتنا مثال للحصر يعني للايقاع دي من خلال الحلقه دي حتتغنى ايقاعات كثيره جدا، فيها جراري، فيها سيره، فيها سيره ثقيله، فيها سيره الخفيف، فيها التمتم، في ثلاثه من اربعه، في دليب، كل الايقاعات موجوده. السودان يعني ثقافته الإيقاعية في الشرق بتلقى إيقاعات مختلفة وكثيرة، في الوسط برضو تلقى إيقاعات كثيرة، في شماله برضو في إيقاعات كثيرة، ويعني بتعبر عن أهل المنطقة. نعم أهل المنطقة. نعم صحيح. هي الغرب برضو إيقاعاته كثيرة ومختلفة وتعبر عن كله قبيلة، عن يعني روح نفسهم في الإيقاع. وجنوبنا الحبيب أيضا برضو كان يعني الإيقاعات فيه مختلفة تماما عن الإيقاعات بكل في الغنى الشعبي في الغنى الحديث. بعد ذاك جا الغنى بتاع الوسط ده اللي هو الغنى الرواد اللي غنوا أشكال متنوعة، يعني مثلا تلقى الأغنية فيها كم إيقاع؟ في ثلاثة من أربعة، بعد شوية ممكن يقلب تمتم، ممكن يقلب بايو، ممكن يقلب عشرة بلدي، ممكن يقلب سيرة. ففي تنوع كبير. نحن محظوظين بالتنوع ده. وهنا عندنا إيقاعات سودانية يعني شالوها ناس يعني في الغرب في أوروبا، في إيقاعات حقتنا ناس استخدموها في غناهم هم يعني شالوا مننا الحياه دي. وفي برضه غرب افريقيا برضه شالوا مننا ايقاعات كثيره جدا تشبهنا وتشبه الايقاعات السودانيه كثير جدا يعني. جميل. نشوف ايلاف عبد العزيز الايقاع شنو اللي حتتغني به واغنيه شنو؟ اغني اقدم لكم اغنيه بدا معاي، كلمات والحان مهدي مصطفى وأداء الأستاذ الفنان عصمت بكري، وبقدم لهم التحية من هنا ومشاركة أداء إلى عبد العزيز. الإيقاع كمان في الأغنية شنو؟ تمتم. طيب نسمع. بدا معاي ده اسمه حته حرف النون بدا معاي
قلبي هبش وهبش الشر هذا معاي هذا معاي أي المية زي أخي الضر هبش الشر هذا معاي هذا معاي سيرت قلبي بعمل فر بدي دمي بدي كلاي هذا معاي هذا معاي هذا معاي عارف وعارف وحكي برا في طل أنظار بدا معاي بدا معاي وعاد ما في منه كتار بدا معاي بدا معاي راغب في طل أنظار بدا معاي بدا معاي وعاد ما في منه كتار بدا معاي بدا معاي من صرفته بس تحتار ومن سماحته أسكو الساي بدا معاي بدا معاي بدا معاي شكرا إلاف عبد العزيز، شكرا للفرقة الموسيقية. هاني لما نتكلم عن الفنان مهم جدا انه يكون هو ملم بالإيقاعات المختلفة عشان هو يقدر يغني ويؤدي أداء جيد. لا طبعا أكيد، لأنه أقرب مثال هنا عندنا في الحفلة نحن بنشتغل كم إيقاع في الحفلة يعني. فلو أنت ما ملم بأنك تقدر تغني كيف في الإيقاع ده، كان المردوم كان السيرة أو الريجي أو الإيقاعات الواحد ونص ثلاثة من أربعة، لازم تكون ملم بكل الإيقاعات يعني. أيوة مهم لأي فنان أكيد. إذا ما كان ملم ممكن يكون في إشكالية، يكون في صعوبة يعني صعوبة أول نسمي. يعني الغناء أنت بتغنيه يعني ممكن ما يرضي يعني ممكن ما يرضي الناس كلها صح؟ أيوة يعني ما ممكن تشتغل مثلا في إيقاعين بس، لازم تغني في كل الإيقاعات. أيوة. لأنه بيتطلب أنك أنت في سوداننا ده تحديدا يعني. أيوة. في تلقي المصريين عندهم إيقاع واحد اللي هو العشرة بلدي، لكن متنوع برضو في 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 حتتهم يعني. عندهم لكن ما زي التنوع الكبير اللي عندنا، لكن ما هنا طبعا الايقاعات متنوعه جدا. صحيح. يعني انت بتبدا الحفله بايقاع طمطم وقعد او واحد ونص او ثلاثة من أربعة، بعد ذاك بتقلب سيره، بعد ذاك بتمشي ريجي، بعد ذاك بتمشي طمطم، فبتغني زي سبعة ثمانية ايقاعات مختلفه في الحفله يعني. لازم تكون ملم بكل الايقاعات. جميل. حنسمع منك إيقاع، شكله شنو والأغنية شنو؟ أنا حغني دليب من كلمات أبونا كدكي والحان الراحل عثمان اليمني. حيي أسرته ونترحم عليه، ونحيي أبونا كدكي ونقول له ربنا يديك الصحة والعافية نورة. هلال زمن البيوت تلمو بيوت ضي وحشان المبرد حماها محي ولقادي بالله تخاتي شقة ما ضل لبل فلك
ما فيها رقريق المرق مرقن صنط وساوي الورنيق وراصينا القداح صفوف معالي وبرنداتنا الكرارق بالشباري الطير بعد عشعش في السبالي زمن الناس حنينين وما في فرق زمن الناس حنينين وما في فرق لا جفا لا غلط لا حتى نجني ونحنا سايقين السواقي وعيشنا متين ولابسين الشمامير والعراري وتسمع لا تحت دق المذاديق يا جحمد للفطور وشايل لباسي ومالي الشبك قش وقاطع له عشمين ويجدع منجل الماء حام كتاري تجيب له مزين حريف حريف ويا فك بريق ويا حالة النوم وقت الضل يجرتق يا حالة النوم وقت الضل يجرتق أنا عقلية مع نورة لما تكمل الرقصة تقلب طوبة فوق راسة وتقول كدي تجري تندسة بتتكسر من غوامة مثل ما بتكسر كلامة بتتكسر من غوامة مثل ما بتكسر كلامة تحوم وتحاكي الحمامة نفس القبلة والرقصة عقليته مع نورة لما تكمل الرقصة تقلب طوبة فوق راسة وتقول كدي تجري تندسة طنبوري باريها أنا قرشة بارك رعيها أشيل طنبوري باريها أنا قرشة بارك رعيها معايا القمرة تاريها صفق ودايرة لفرصة عقلية مع نورة لما تكمل الرقصة تقلب طوبة فوق راسة وتقول كدي تجري تندسة طاسط وشيها بدور بطرف غنيها أدور في طاسط وشيها بدور بطرف غنيها بحر عين ظلمة تجيها متنة تلمليها رسة عقليته مع نورة لما تكمل الرقصة تقلب طوبة فوق راسة وتقول كدي تجري تندسة
بتتكسر من غوامة بتلمى بتكسر كلامة تعوم وتحاكي الحمامة نفس الجبلة والرقص عقلي يتوه مع نورة لما تكمل الرقصة تجلب طوبة فوق راسة وتقول كدي تجري تندسة شكرا هاني عبدين وشكرا الفرقة الموسيقية. عشا لما يتكلم عن غنى البنات تحديدا بنلقى انه ميال للسيرة اكتر للحماسة للتمتم وغيرها، يعني بتحتمدي على الحاجة دي اكتر، يعني بيطلبها منك اكتر بشكل اكبر، يعني السيرة دي تخيلي بتكون موجودة في كل بيت مناسب، يعني السيدات بيطلبوها بشكل كبير اكتر شيء، يعني بقت مرغوبة اكتر، يعني في الحفلات بتطلب في اي حاجة، يعني الناس بتطلب أكتر شيء السيارات. بقيت أميل لها أكتر يعني. سيارة الخفيفة. عموما بتميلي للإيقاع الخفيف أنت. الربابة الخفيفة دي. أجي لإيمان نسمع واحدة من الأغنيات الجميلة وكلمين عن الإيقاع المختلف. الإيقاعات بغض النظر عن المناطق أو البيئة، الفنان ذاته مفترض يكون متنوع في إيقاعاته. فأنا كواحد من الجمهور مثلاً عايز أسمع، عندي فنان معين عايز أسمعه، فلازم أسمع كل اللونيات وكل الإيقاعات فيه عشان بالنسبة لي السمع ذاته ما يكون ممل. من خلال الحلقة دي أنا حأقدم إيقاع لأهلنا الغرابة، بحبهم جداً، أكثر ناس عاشرتهم. إيقاع الجراري، إيقاع الجراري ذاته جوه متنوع وغميص وكبير. إيقاع الجراري ذاته الكلمات اللي بتتكلم عن الجراري على حسب المنطقة وعلى حسب الجنس ذاته، بيكون تاني اللهجة وكلمات اللحن بتاع الجراري. من هنا بحيي أحمد كوستي. أحمد كوستي خلاف إنه شاعر، بالنسبة لي صديق شخصي وأخوي وصاحبي جدا، بقول ربنا يديك العافية ورمضان كريم عليك وتصوم وتفطر على خير. كلمات والحان والغنية ونسمع إيقاع الجراري. نسمع. دنيا يا فراقة فرزوني عسل بعشراقة فرزولي، دنيا يا فراقة فرزولي عسل بعشراقة فرزولي. سكرت في الصقيعة دفك بالدميعة فرزولي، سكرت في الصقيعة فرزولي دفك بالدميعة فرزولي. ساينة متوجيعة في الراد ندور زيعة شوف الزول سويعة وفرزولي، طير يا حمامة شيف زولي، دنيا يا فراقة فرزولي عسل بعشراقة فرزولي. نشيلكم نقوم نسافر النجوم والدرع عقاب النوم ريوح دروقي، طير يا حمامة شيف زولي، نشيلكم نقوم نسافر النجوم والدرع عقاب النوم ريوح دروقي، طير يا حمامة شيف زولي. في قل هموم الفرقة ما لزوم، نقوقي البلو خريف لجي مردوم، جمامنا سقى ونقى نار قليب البقى
ينبلشوكي طير يا حمامة شيفي زولي دنيا يا فرادة شيفي زولي عسل المشرادة فرزولي غسم ما سيب فرزولي يا حمامة شيفي زولي سكر العلابة قريا فندور حبيبة حلب غسم ما سيب فرزولي يا حمامة شيفي زولي كان السمح قريبة قلبي اللزق نجيبة نفذنا فوز دريبة شافريك انهبط قليبة دير يا حمامة شيفي زولي دنيا يا فراقة فرزولي عسل بعشاقة فرزولي عشان نارية ينطلق فوقي يا حمامة شيفي زولي قايدة ملهيب يا همورة سموم قلاية فين حشان نارية ينطلق فوقي يا حمامة شيفي زولي جماع عقاب ماسورة فوق فيك يا ماما خبورة دار السمح مهجورة باقي فوقي طير يا حمامة شيفي زولي دنيا يا فراقة فرزولي عسل بعشراقة فرزولي دنيا يا فراقة فرزولي عسل بعشراقة دنيا يا فراقة فرزولي عسل بعشراقة فرزولي دنيا يا فراقة فرزولي عسل بعشراقة فرزولي شكرا إيمان الشريف على العمل الحصري لينا يلا نغني وشكرا للفرقة الموسيقية محمود شفناك في الأغنية وانت بصوت مرة عالي ومرة بهدوء يعني كان في تنوع كبير في صوتك هل الإيقاع برضو المختلف مهم جدا لصوت الفنان على حسب طبقاته ولا الفنان بيقدر يروض صوته على الإيقاع المختلف طيب أول شيء الإيقاعات بالنسبة لي أنا هي لغة الشعوب اللي بنخاطب بها الوجدان السودان بيتميز بإيقاعات مختلفة كثيرة جدا أستاذنا جمال يتكلم عن الحاجات دي كلها بالنسبة للفنان هو لازم يعني لازم إنه يكون يعني يقدر يغني في أي إيقاع وبالنسبة لي أنا ذاته كمحمود يعني بحب أغني في كل الإيقاعات بحب أنوع كل الإيقاعات بتغني عليها بحب أغني أنت من وين أنت من الشركة أنا من الشركة تحديد الشركة في كم إيقاع في الشركة؟ كتار في إيقاع اسمه الهوسيت في إيقاع اسمه الكول أوكي. في إيقاع ما أعرف اسمه لكن بنقول عليه طيب هذا واحد يدينا واحد من أي واحد من الإيقاعات؟ إرنا ويبدا سايدا ينتا سايدا ين يدي ما قفايت هديدا أدلينا نابر كنتي شاوي دوسون تدقنا إرنا ويبدا سايدا ينتا سايدا ين يرا عيدا يا دي ما دقيباتي الدلين أنا بركنتي شابي دوسون تدقنا شكرا يا سلام يا سلام فرفور شايفة لبست عباية المذيع لكن حتغني لنا برضه
عندك حل. انا والله ما ادري بالزعل لكن طلعت منه اشياء جميله بشكرك عليها. هل اسمع شنو؟ انا هغني اغنيه لاستاذنا العظيم يعني اللي انا احبه جدا استاذنا عبد الكريم الكابري، ربنا يديه الصحه والعافيه. بعدين استاذنا عبد الكريم يعني باحث في التراث السوداني، واغاعاته دائما مختلفه وبنوع في اغانيه، في يعني الاغنيه يكون اغنيه الواحده فيها كذا ايقاع كذا ايقاع، او حتى لو يعني ما كذا ايقاع يعني، لكن ممكن يزيد يعني في 3 من 4 ممكن يزيدوا يبقى كرتش هاني، بعد ذاك ممكن يبقى عشان بلدي. فانا هغني له تاني ريده وكمان جديده. سعيد
وراك بريت هالقدام يا غالي شهوني المنام خوفي كان منك تعيدا ما بين ظروف الابتسام وبين خصام الريض حرام سهران عشان تكتب قصيدة طالبين رضا لكن بخاطرك زيد في مخاطرك ظلمة خطاي سايرة أغضب وأرضك لازم عشاطرك يا العمر بيك حتى خطاك فاني حق الحناني دوبني تاني في ريدة كمان شديدة تاني 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 ريدة كمان دروب دلالك تحكم علي عيون سعيدة عيون سعيدة عيون سعيدة عيون سعيدة
شكرا جمال فرفور وشكرا فرقة الموسيقية. هاني تكلمنا على المناطق المختلفة والثقافات المختلفة اللي أدتنا إيقاعات مختلفة، لكن أحيانا المناطق نفسها في داخلها في طبيعة، في صوت العصافير، في صوت الشجر، في صوت المياه، الطبيعة نفسها بتدي صورة من إيقاع مختلف. فأدينا برضو في جزئية يعني عن الإيقاع ده. الإنسان أكيد طبعا يعني بيجوي إلهام منه من الحاجات الحوله، إنه يكون إيقاعات. يعني لو رجعت لورا شديد، أنا ما أعرف بعض الإيقاعات، أنا عارف إنه جات من وين. يعني مثلا زي إيقاع الشريك اسمه شنو، مشية الإبل، تقريبا إيقاعنا نحن إيقاع النوبي، هو أساسا جمن عملوه يعني الطار تقريبا بالحاجة اللي أنا بقدر أتذكرها. تلقى ثاني مثلا عند اهلنا الوسط ايقاع مختلف كمان، الوسط نواجهته الايقاعات دي من الاطراف، صحيح بقى في تنوع فيه. لكن مثلا الكيرن اول تقريبا الدينكا او الشلوك حاجه بالشكل ده، عندهم الايقاع اللي بيرقصوا فيه بكرعينهم او زمان استحضر اسمه كويس. فالحاجات دي هي الانسان يعني حاجة كده فطرية بتجيه، إنه يخلق من حاجات حوله، يستجلب حاجات يطلع منها إيقاع، حتى لو واقفين مجموعة، حتى شكل اللحن أو الصفقة هو خلق كمية من الإيقاعات دي. ممكن نلقى منطقة الطقس فيها حتى مختلف، طبيعتها مختلفة، فبالتالي بنلقى الألحان فيها والإيقاعات هي مختلفة. عشان أنت أغنية الختام معانا اليوم، حنسمع شنو الإيقاع شنو؟ هي سيارة خفيفة، إيقاع ربابة، الأخضر الطاقية. نعم، نسمع إن شاء الله ونختم بها حلقتنا لليوم اللي كانت تحمل الإيقاعات في الأغنية السودانية. كانت محاولة بسيطة من مجموعة من الفنانين ما بتغطي التنوع الكبير الموجود عندنا في السودان. لحد ما ألاقيكم في حلقة جديدة في أمان الله وحفظي، نختم مع عشرة. أخضر الطاقية.
الشغلة دي ما فيها رجع وما في مزيكا ناسي انتوا عندكم رجع بتاع المزيكا ما رجعتكم لها بدا معاي بدا معاي عارفوا عارفوا حق المراي عارفة عارفة انا اقول عارفة 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 انا اقول عارفة 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 انا اقول عارفة عارفة عارفوا عارفوا شناريا ينطلق فوقي دبا 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 دماعي كاف ماسورة فوق في الجماعة مخبورة اسم بيناتنا انتهت خلي اللي يقولوا ما طلقا وما قالوا ما طلقا بس عجبك دي بس أونير تفضل يا رب خلاص ما الحلقة انتهت حيحصل شنو؟ قايم والله قايم هنا كذا مرجع دي كذا ايوه عشان اسمع ثاني ربنا يرحم ويديك طيب عافيه ما مشكله لا لا عادي تحصل اشتغل اغنيه هشتغل شنو هشتغل شنو هشتغل شنو عيده عيده راح كجمهور مثلا بحب اسمع كما بحب اسمع جمال اللي ثاني كمال 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 قال لي عاد اتكلمته قال لي عاد اتكلمته قال لي عاد اتكلمته والله طيب اول شيء الايقاعات بالنسبه لي انا كفنان وبالنسبه لنا احنا معلش كابتاني ماشي كويس الايقاعات بالنسبه للسودان عموما في السودان عموما معلش انا في كلام داير اقوله بس اتلخبطت تاني عين انت ما ده كلام عادي يعني ما لازم بالمصطلح ايوه مشكله اخوش انا ذاتي ايقاعات من الطبيعه هنسمع الاخضر بطاقيه ايقاع ربابه ايقاع سيره هيره